عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، إذا غادي نكملوا تتمة ديال تصحيح الامتحان الوطني الدورة الاستدراكية 2019. إذا غنبداو بالمسألة الجزء الأول. لتكن اف الدالة العددية المعرف على اغ نجمة كما يلي. إذا لتكن اف الدالة المعرفة على اغ نجمة بما يلي اف دو اكس تساوي 2 زائد 8 عامل اكس ناقص 2 على اكس الكل اس 2 في اكسبونونسيال اكس موان 4. اذا السؤال الاول الف تحقق ان لا ليميت ديال اف دو اكس عندما تؤول اكس الى ناقص من النهايه تساوي 2، و أول النتيجة هندسيا. إذا بالنسبة لا ليميت اف دو اكس عندما تؤول اكس الى ناقص من النهاية تساوي ليميت، إذا 2 زائد 8 عامل اكس ناقص 2 على اكس الكل اس 2 فوا اكسبونونسييل اكس موان 4. إذا إلا عوضنا بموالفيني عندي دالة جذرية بجوار لافيني كناخذو الحد اللي عنده أكبر درجة على الحد اللي عنده أكبر درجة، إذا غتكون هي لا ليميت ديال إكس على إكس هي واحد أس 2 هي واحد، ولا عوضنا بموالفيني كنعرفو أن لا ليميت ديال إكسبونونسيال إكس عندما تؤول إكس إلى ناقص من النهاية هي صفر، إذا عندي صفر في واحد هي صفر زائد 2 تساوي 2. ضروري نعطيو التعليل ديال الجواب، لأن لا ليميت ديال إكس موان 2 على إكس الكل أس 2 عندما تؤول إكس إلى ناقص من النهاية هي لا ليميت ديال إكس على إكس الكل أس 2 هي واحد أس 2 هي واحد، و لا ليميت ديال اكسبونونسييل اكس موان 4 عندما تؤول اكس الى ناقص من النهايه كتساوي صفر. لماذا؟ لان لا ليميت ديال اكس ناقص 4 عندما تؤول اكس الى ناقص من النهايه كتساوي ناقص من النهايه. اذا بالنسبه للتاويل الهندسي لدينا لا ليميت ديال اف دو اكس عندما تؤول اكس الى ناقص من النهايه كتساوي 2، اذا المنحنى السف يقبل مقارب افقي، نقول مقارب افقي او مقارب موازن لمحور الافاصيل، مقارب افقي دي مستقيم دي معادلته ايغريك كتساوي 2 بجوار ناقص من النهاية. بالنسبة للسؤال باء تحقق أن لا ليميت اف دو اكس عندما يؤول اكس إلى صفر تساوي زائد من النهاية، وأول النتيجة هندسيا. بالنسبة للسؤال إذا لا ليميت ديال اف دو اكس عندما يؤول اكس الى صفر تساوي لا ليميت 2 زائد 8 عامل اكس ناقص 2 على اكس الكل اس 2 فوا اكسبونونسييل اكس موان 4 عندما يؤول اكس الى صفر. اذا الى عوضنا بصفر غيكون عندي في البسط صفر ناقص 2 هي ناقص 2 على صفر، بالنسبه لي في النهايات شكل محدد كيعطيني ما لا نهايه، ولكن بما اننا عندنا مربع غادي تكون زائد ما لا نهايه، زائد ما لا نهايه ولا عوضنا بصفر هنا غتجيني اكسبونونسيال ناقص 4 اللي هو 1 على اكسبونونسيال 4 عدد موجب، اذا زائد ما لا نهايه في عدد موجب كيعطيني زائد ما لا نهايه، والا زدنا 2 بطبيعه الحال غتعطيني زائد ما لا نهايه. اذا غنكتبوا تساوي زائد ما لا نهايه، لان
عندنا لا ليميت نقدروا نكتبوا البسط بوحديه لا ليميت ديال اكس موان 2 الكل مربع عندما يؤول اكس الى صفر هي ناقص 2 مربع هي 4 و لا ليميت ديال اكس مربع عندما يؤول اكس الى صفر تعطيني صفر زائد صفر بلس و لا ليميت ديال اكسبونونسييل اكس موان 4 عندما يؤول اكس الى صفر هي اكسبونونسييل ناقص 4 اللي كيساوي 1 على اكسبونونسييل 4 اكبر من قطعا صفر. الجواب بالنسبه للتاويل الهندسي لدينا لا ليميت اف دو اكس عندما يؤول اكس الى صفر يساوي زائد ما لا نهايه إذن سأف يقبل مقارب عمودي إذن نقول عمودي أو موازي لمحور أراتيب دلتا معادلته إكس كيساوي صفر إذن مرة السؤال الثاني ثانيا ألف احسب ليميت اف دو اكس عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه اذا لا ليميت اف دو اكس عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه تساوي لا ليميت اذا اف دو اكس 2 زائد 8 عامل لاكس ناقص 2 على اكس الكل اس 2 فوا اكسبونونسييل اكس موان 4 اذا عندي داله جذريه كناخذ الحد اللي عنده اكبر درجه على اكبر درجه دونك هي لا ليميت ديال اكس على اكس هي 1 مربع هي 1 وعندنا الى عوضنا بلس لافيني كنعرفوا ان لا ليميت ديال اكسبونونسييل اكس عندما تؤول اكس الى زائد ما لا نهايه كتعطيني زائد ما لا نهايه اذا زائد ما لا نهايه في 1 هي زائد ما لا نهايه في 8 كذلك هي زائد ما لا نهايه اذا تساوي زائد ما لا نهايه لان لا ليميت اكس موان 2 على اكس الكل اس 2 عندما تؤول اكس الى زائد ما لا نهايه كتساوي لا ليميت ديال اكس على اكس الكل اس 2 عندما تؤول اكس الى زائد ما لا نهايه هي 1 اس 2 هي 1 و لا ليميت ديال اكسبونونسييل اكس ناقص 4 على اكس عندما تؤول اكس الى زائد ما لا نهايه تساوي زائد ما لا نهايه بين قوسين لماذا؟ لان لا ليميت ديال اكس ناقص 4 عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه تساوي زائد ما لا نهايه اذا زائد ما لا نهايه في عدد موجب اللي هو 8 في 1 اللي كتساوي 8 كتعطيني زائد ما لا نهايه بالنسبة للسؤال باء بين أن المنحنى سي يقبل فرعا شلجميا اتجاهه محور أراتيب بجوار زائد ما لا نهاية إذا في هذه الحالة غادي نقوم بالحساب ديال لا ليميت ديال اف دو اكس على اكس إذا لا ليميت ديال اف دو اكس على اكس عندما تؤول اكس الى زائد ما لا نهايه تساوي لا ليميت عندما تؤول اكس الى زائد ما لا نهايه غادي نعوض القيمه ديال اف دو اكس هي 2 زائد 8 عامل لاكس ناقص 2 على اكس الكل اس 2 فوا اكسبونونسييل اكس موان 4 على اكس اذا غادي نذكر بعض العلاقات اذا مثلا عندي المجموع عندي ا زائد بي على السي تساوي ا على السي زائد بي على السي يعني تساوي لا ليميت عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه جوج على اكس زائد 8 اكس موان 2 على اكس الكل اس 2 فوا اكسبونونسييل اكس موان 4 على اكس إذا بالنسبة للنهاية ملي كنعوضوا بما لا نهاية
اثنان على ما لا نهايه كيعطيني صفر، وبالنسبه ليا صفر بالنسبه للجمع عنصر محايد، اذا غتبقى لي هنا غادي ندير صفر صفر تساوي لا ليميت عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه، غتبقى لي 8 عامل لإكس ناقص اثنان على إكس الكل أس اثنان فوا إكسبونونسييل إكس ناقص ربعة على إكس. كذلك غادي نذكر بواحد القاعدة، عندي أ فوا بي سور سي، يمكن لي نكتبها هي أ سور سي فوا بي، وكذلك يمكن لي نكتبها هي أ فوا بي سور سي. إذا غنكتب تساوي لا ليميت عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه 8 عامل لاكس ناقص 2 على اكس الكل اس 2 في اكسبونونسييل اكس ناقص 4 على اكس. اذا بالنسبه لدي نفس الشيء كما قلنا واحد كتبقى لي هذه الكتابه. غنعاود نذكر كذلك اكسبونونسييل ا بلس بي كتساوي اكسبونونسييل ا فوا اكسبونونسييل بي، وكذلك اكسبونونسييل ناقص ا كتساوي واحد على اكسبونونسييل ا. اذا نكملوا تساوي لا ليميت عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه 8 عامل لي اكس ناقص 2 على اكس الكل اس 2 في الوغ غادي نرجع هذه هي اكسبونونسييل اكس فوا اكسبونونسييل موان 4 على اكس تساوي لا ليميت عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه 8 عامل لي اكس ناقص 2 على اكس الكل اس 2 في اذا اكسبونونسييل اكس على اكس في واحد على اكسبونونسييل 4. اذا غادي نعاود نذكر بان هذه النهايه كنا كتبناها كتساوي واحد اس 2 هي واحد في 8، وهذه عندي قاعده بالنسبه للدول الاسيه ان لا ليميت ديال اكسبونونسييل اكس على اكس عندما تؤول اكس الى زائد ما كتساوي زائد ما النهايه، فعدد اللي هو موجب النتيجه غتكون زائد ما لا نهايه، لان لا ليميت اكس موان 2 على اكس الكل اس 2 عندما تؤول اكس الى زائد ما لا نهايه تساوي لا ليميت اكس على اكس الكل اس 2 عندما تؤول اكس الى زائد ما لا نهايه كتساوي 1 اس 2 هي 1، و لا ليميت ديال اكسبونونسييل اكس على اكس عندما تؤول اكس الى زائد ما لا نهايه كتساوي زائد ما لا نهايه، وبطبيعه الحال واحد على اكسبونونسيال 4 هو عدد موجب قطعا. اذا لدينا لا ليميت اف دو اكس على اكس عندما تؤول اكس الى زائد ما لا نهايه تساوي زائد ما لا نهايه. اذا الجواب على السؤال، اذا المنحنى سي منحنى الداله اف يقبل فرعا شلجميا في اتجاه محور الأراتيب بجوار زائد ما لا نهاية. إذا كان هذا السؤال ثانيا باء، غادي ننتقلوا للسؤال ثالثا ألف. بين أن لكل إكس ينتمي إلى إر نجمة إف بريم دو إكس تساوي 8 عامل إكس ناقص 2 عامل لي إكس مربع ناقص 2 إكس زائد 4 فوا إكسبونونسييل إكس ناقص 4 على إكس أس 3. نعاودو نذكرو بالكتابة ديال إف دي إكس، لكل إكس ينتمي إلى الدائف اللي هي إر نجمة
عندنا اف دو اكس تساوي اثنان زائد 8 عامل لـ x ناقص 2 على x الكل أس 2 فوا إكسبونونسيال x ناقص 4. إذا خصنا نكونوا ضابطين القواعد العمليات على الدوال المشتقة. f بريم دو x تساوي 2 زائد 8 عامل لـ x موان 2 على x الكل أس 2 فوا إكسبونونسيال x موان 4. إذا المشتقة ديال المجموع غادي نكتبو 2 بريم زائد 8 عامل لي x موان 2 على x الكل أس 2 في إكسبونونسيال x موان 4 بريم. يعني f بريم دو x إيكال بالنسبة لي 2 عدد ثابت المشتقة ديالو صفر صفر زائد، وهنا عندي 8 عدد ثابت في الجداء كنخرجو من المشتقة 8 وغادي تبقى لي x موان 2 على x الكل أس 2 في إكسبونونسيال x ناقص 4. إذا هنا عندي المشتقة ديال الجداء على شكل UV، دونك هي U بريم V زائد UV بريم، دونك F بريم دو X تساوي 8، إذا X موان 2 على X أو كاري مربع الكل بريم، فوا إكسبونونسيال X موان 4 زائد X موان 2 سور X الكل أس 2 في إكسبونونسيال X موان 4 بريم. إذا ما نساوش أننا خصنا نوصلوا لهذا الكتاب اللي قلنا. F بريم دو إكس تساوي 8. ألوغ كذلك عندي قاعدة على شكل U أس N، المشتقة ديالها هي N في U أس N موان 1 فوا U بريم. إذا غنكتب جوج عامل x موان 2 على x، الوغ كانت عندي 2 غنقص منها واحد، 2 ناقص واحد اللي هي واحد، في x موان 2 على x بريم في اكسبونونسيال x موان 4 زائد x ناقص 2 على x الكل أس 2. إذا بصفة عامة المشتقة ديال اكسبونونسيال u هي u بريم في اكسبونونسيال u، دونك x موان 4 بريم اكسبونونسيال x موان 4 تساوي الوغ 8 2، دونك بلا ما نكتب اس 1 x ناقص 2 على x. الوغ بالنسبة للمشتقة ديال x ناقص 2 على x عندنا طريقتان، يا يعني إما نستعملو المشتقة ديال الخارج اللي هي u على v U بريم V ناقص U V بريم على V أو كاري، أولا كتسمى هاد الدالة دالة متخاطة. إذا نقدر ندير عند واحد القاعدة هي المحددة عموديا، غادي نكتب المعامل ديال إكس واحد واحد وغادي نكتب ناقص 2 صفر على إكس مربع في إكسبونونسيال إكس موان 4 زائد إكس ناقص 2 على x الكل أس 2 المشتقة ديال x ناقص 4 هي 1 غتبقى لي اكسبونونسيال x موان 4. إذن تساوي 8 2 عامل x موان 2 على x. إذن إلا حسبنا هاد المحددة 0 في 1 هي 0 ناقص ناقص 2 في 1، إذن 0 ناقص ناقص 2 هي 0 زائد 2 هي 2 عامل لي اكسبونونسيال x ناقص 4 زائد x ناقص 2 على x الكل أس 2 في اكسبونونسيال x ناقص 4. إذن تلاحظ نقدر نعمل اكسبونونسيال x ناقص 4، بدينا تنقربوا الجواب تساوي 8. هنا غادي نكتب اكسبونونسيال x ناقص 4، إذا غادي يبقى لي هنا 2 في 2 هي 4 عامل لي x ناقص 2 على x أس 3 زائد x ناقص 2 غادي ندير
ا على بي الكل اس 2 هي ا اس 2 على بي اس 2، هي اكس ناقص 2 الكل اس 2 على اكس اس 2. اذا مره تنشوف واش وصلت للنتيجه ولا لا. كنلاحظ كذلك غادي نوحد المقامات تساوي 8، ان المقام الموحد هو اكس اس 3، يعني الحد الثاني غنضربو في اكس غتجيني 4 عامل لـ x موان 2 زائد x عامل لـ x موان 2 الكل مربع. كنلاحظ كذلك عندي عامل مشترك اللي هو x موان 2، إذن تساوي 8 عامل لـ x موان 2 إذن على x أس 3. ألوغ شنو غيبقى لي؟ غيبقى لي هنا 4 زائد x عامل لـ x موان 2. نسد المعقوفة اكسبونونسييل اكس موان 4. إذا داخل معقوفتين غادي نقوم بعملية النشر وتنظن غنوصل الجواب النهائي. إذا اف بريم دو اكس كتساوي 8 عامل لإكس موان 2. إذا إلا نشرنا اكس في اكس كتعطيني اكس مربع، x ناقص 2 كتعطيني ناقص 2 x زائد 4 في اكسبونونسييل x موان 4 على x أس 3، وغنكون جاوبت على السؤال. غادي نمرو للسؤال ب ب تحقق أن لكل x كينتمي لR إكس مربع ناقص جوج إكس زائد 4 أكبر من قطعا صفر. بالنسبة لهذا السؤال ألوغ يمكن لي الإنجاز ديالو بطريقتين مختلفتين، يا إما نعتبر هذه بداية متطابقة هامة، يا إما نحسب دلتا، وخصني في هذه الحالة خصها تكون دلتا أصغر من قطعا صفر، ولا كان دلتا أصغر من قطعا صفر كتكون إشارة بصفة عامة ديال ا اكس كاري زائد ب اكس زائد سي هي اشاره ا اللي هي واحد. اذا تنظن احسن طريقه اللي غنديرو اكس مربع ناقص 2 اكس زائد 4، اذا غادي نعتبر هذه كبدايه لمتطابقه هامه، اذا غندير هي تساوي اكس مربع ناقص 2 اكس. اذا باش نكمل المتطابقه الهامه غادي نزيد واحد ونقص واحد فوالا زائد 4 تساوي، اذا متطابقة هامة على شكل أ أس 2 ناقص 2 أ بي زائد بي أس 2 اللي هي إكس ناقص 1 الكل أس 2 زائد 3. ألوغ هنا غنوقف وغنقول لكل إكس ينتمي إلى آر كنعرفوا أن المربع يكون دائما موجب تكافئ. إذا إلا زدنا 3 في طرفي المتفاوتة ما كتغيرش، إذا إكس ناقص 1 الكل مربع زائد 3 أكبر من أو يساوي 3، وهذا العدد أكبر من قطعا صفر، وغنكونوا جاوبنا على السؤال. إذا لكل إكس ينتمي إلى آر إكس مربع ناقص 2 إكس زائد 4 أكبر من قطعا صفر. إذا السؤال جيم بين أن f أن f تناقصية قطعا على المجال 0 2 وتزايدية قطعا على المجالين ناقص ما لا نهاية 0 و 2 زائد ما لا نهاية. غادي نرجعوا للكتابه ديال الداله المشتقه. لدينا لكل اكس ينتمي الى ار نجمه اف بريم دو اكس تساوي 8 عامل لاكس ناقص 2 عامل لاكس مربع ناقص 2 اكس زائد 4 فوا اكسبونونسييل اكس ناقص 4 على اكس اس 3. اذا غادي نمشيو نبحثوا على هل هناك مطاريف ام لا، هو ذلك غادي نحلوا المعادله اف بريم دو اكس كتساوي صفر، اذا اف بريم دو اكس تساوي صفر تكافئ.
إذا بالنسبة لي البسط كيساوي صفر، غنديرو إكس موان دو عامل لي إكس مربع ناقص اثنان إكس زائد ربعة عامل لي إكسبونونسيال إكس موان كاتخ تساوي صفر. إذا حسب السؤال باء، حسب باء لدينا لكل إكس ينتمي إلى آر إكس مربع ناقص جوج إكس زائد ربعة أكبر من قطعا صفر. و حنا كنعلمو أن كنعرفو أن الدالة الأسية النيبيرية كتكون دالة موجبة قطعا، وكذلك إكسبونونسيال إكس ناقص ربعة أكبر من قطعا صفر، دونك غيبقى لنا العامل إكس ناقص جوج كيساوي صفر. إذا تكافئ إكس ناقص اثنان كتساوي صفر، تكافئ إكس كتساوي اثنان. إذا لقينا العدد اثنان اللي كينتمي لمجموعة التعريف دا إف، دا إف قلنا هو آر نجمة. إذا دابا غندوزو الإشارة ديال إف كوم دي إكس. إذا نردو البال، حنا كنعرفو أن إكس كاغي ناقص اثنان إكس زائد ربعة موجب قطعا، وكذلك إكسبونونسيال إكس ناقص ربعة موجب قطعا، ولكن خصنا نتبعو نردو البال على أن المقام الأس ديالو فرضي. إذا هو عدد يكون احيانا موجب ويكون احيانا سالب. اذا قبل ما ندوزو لواحد الجدول ديال الاشاره ديال اف خم دي اكس، نكتبو واحد الجمله، اشاره اف بريم دو اكس هي اشاره اكس ناقص 2 على اكس اس 3. اذا غنديرو واحد الجدول، إذا الجدول اللي غيكون فيه هنا إكس، إكس موان دو، إكس أس تلاتة، ثم إكس ناقص اثنان على إكس أس تلاتة. ناقص من النهاية زائد من النهاية. إذا إكس موان دو تنعدم في اثنان، وإكس أس تلاتة تنعدم في صفر. إذا رتبوا الأعداد من الصغير للكبير، صفر اثنان. ألو قلنا إكس موان دو كتنعدم في اثنان، على اليمين إشارة أ اللي هو المعامل ديال إكس واحد موجب، وعلى اليسار العكس. كذلك إكس أس ثلاثة كتنعدم صفر، بالنسبة للإشارة ديال إكس أس ثلاثة خصني نتعامل معها بحال إكس. إذا على اليمين إشارة أ واحد موجب، وعلى اليسار العكس. ما نساوش بأن هاد الكتابة غير معرفة في صفر، إذا كنرمزو ليها في الجدول بجوج خطوط، وهنا كتنعدم اثنان. إذا بالنسبة للخارج بحالو بحال الجداء، زائد مقسوم على زائد بحال بحال زائد في زائد هي زائد، ناقص على زائد بحال ناقص في زائد هي ناقص، وناقص على ناقص هي ناقص في ناقص هي زائد. إذا كنلاحظوا بأن قلنا بان اشاره اف كوم دي اكس هي اشاره اكس موان دو على اكس اس 3. دونك كنلاحظوا على ان باش نجاوبوا على السؤال، اذا النقطه الاولى لكل اكس ينتمي الى المجال 0 2 ان اكس موان دو على اكس اس 3، اكس موان دو على اكس اس 3 اصغر من او يساوي 0، وهذا كيعني ان اف بريم دو اكس اصغر من او يساوي 0، وبالتالي اف تناقصية قطعا على المجال 02. نسطرو على هاد ولا اونكادريها. النقطة الثانية لكل اكس ينتمي الى ناقص ما لا نهاية صفر اتحاد اثنان زائد ما لا نهاية، عندنا إكس ناقص اثنان على إكس أس ثلاثة أكبر من أو يساوي صفر، وهذا كيعني أن الدالة المشتقة كذلك موجبة، وبالتالي إف تزايدية قطعا على المجالين اللي هما موالفيني صفر و اثنان
زائد ما لا نهاية. إذن السؤال دال ضع جدول تغيرات F على مجموعة التعريف طبيعي الحال R نجمة. إذن جدول X F بريم دو X F دو X موالا فيني بليس فيني. ما نساوش بأن مجموعة التعريف هي R نجمة، إذن خصني نكتب صفر وكذلك اثنان. إذن صفر اثنان، إذن الدالة غير معرفة في صفر وكذلك الدالة المشتقة كتنعاد في جوج. إذا غنعاود نقول هذا الكاز الأخراني، لأن قلنا بأن نفس الإشارة ديال F كوندي X، إذا زائد ناقص زائد، زائد ناقص زائد. قلنا بأن F تناقصية قطعا على المجال صفر جوج، وتزايدية قطعا على المجالين موالفين صفر و اثنان زائد من النهاية. إذا غنعاودو نرجعو للنهايات. كنا حسب السؤال الأول كنا حسبنا الليميت ديال F دو X عندما يؤول X إلى ناقص ما لا نهاية لقينا العدد اثنان. كذلك بالنسبة لليميت في صفر عندما نقول لليميت في صفر كنقصد بها النهاية على يمين صفر وعلى يسار صفر. إذا لقينا زائد ما لا نهاية وناقص زائد ما لا نهاية نفس الشيء. كنا حسبنا لليميت ديال F دو X عندما تؤول X إلى زائد لقينا زائد ما لا نهاية. كيبقى لنا دابا حساب F ديال جوج، صورة جوج بالدالة F. إذا غادي نعوضوا إكس بجوج هي 8 جوج زائد 8. إذا جوج ناقص 2 على جوج الكل أس 2 في إكسبونونسيال جوج ناقص 4. إذا عندي صفر، إذا هي 2 زائد صفر هي 2. إذا نمروا للسؤال الرابع. رابعا أنشئ المنحنى السي. إذن ما نساوش بأن عندي معلم متعامد المنظم O E G، معلم متعامد منظم، وخصني نحترم القياس. منظم E كيساوي المنظم ديال G كيساوي 1 سنتيمتر. إذن أمامي جدول التغيرات ديال الدالة F. إذن لاحظتوا رسمت معلم متعامد المنظم. إذن عندي بجوار موان فيني عندي مقارب أفقي معادلة y على 2 سميتو المستقيم دي y على 2 بجوار موان فيني، وكذلك مقارب عمودي معادلته x = 0 اللي هو محور الأراتيب x = 0. عندي نقطة ذات الإحداثيات 2 2، عندي مماس أفقي، فوالا. إذا غادي نقوم بالإنشاء ديال المنحنى. إذا قلنا بأن الدالة تزايدية قطعا على المجال موالف من زيرو، طيبا وتناقصية على المجال زيرو دو، وقلنا كذلك تزايدي على المجال 2 زائد ما لا نهاية، وقلنا بأن السقف يقبل الفرع الشلجمي في اتجاه محور الأراتيب بجوار لسفينه. إذن عزيزتي التلميذات أعزائي التلاميذ، نتمنى أنكم استفدتوا هذه المسألة. لنا موعد الحصة المقبلة لإتمام